السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحشوه اللي هي اقتصاديه جدا، كتطلع بواحد 15 درهم ولا ما كاملش حتى 20 درهم، وفي نفس الوقت كيجي المذاق اكثر من رائع. وغادي تشوفوا معايا الطريقه باش غادي نوجد الشعريه الصينيه. بالنسبه للحشوه ديالنا، فهنا عندي مكونات موجوده عندي في البيت ديالي: بصله، البواغو او البورو، عندي قرعه خضراء او القرع الاخضر، وعندي فلفله الحمراء. فكناخذ هذه المكونات هذه تنقطعوهم رقاق. بالنسبه للبصله والبورو تنقطعوهم رقاق والفلفله، وبالنسبه للقرعه الخضراء فكنحكها في الحكاكه الغليظه، فكنقوم بالبشر ديالها على هذا الشكل هذا. فاحنا ان شاء الله دابا قريب رمضان وتنبغيو هاد الحشوات هذه وكنبغيو ننوعوا فيهم. فهذه حشوه من الحشوات اللي هي يعني غير مكلفه، ما تتكلفناش بزاف، ولكن راه النتيجه كتجي رائعه جدا. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. هنا بعد ما كنحك القرعه ديالي كنكملها في البشر ديالها، غادي ناخذ واحد المقلاه اللي غادي نوضعها فوق النار، ثم غادي نوضع فيها الخضر كامله. فالفلفله الحمراء قطعتها رقيقه، كذلك البورو والبصله، ثم غادي نضيف لهم القرعه. كنضيف الملح حسب الذوق، وكنخلي هاد الخضر حتى كتشحر، غير يعني كتنقل الماء ديالها وكطيب فيه. ثم غادي ناخد الشعريه الصينيه. فهنا الشعريه الصينيه كنوضعها مع هاد الخضر ملي يلاه كنوضعها، وكنوضعوا نار مهيله وتنخليو هاد الشعريه كطيب في هذاك الماء ديال هذيك الخضار بلا ما نسلقوها في الماء بوحدها ونصفيوها وعاد نقطعوها. فكنخدموا كل شيء في اناء واحد اولا في مقلاه واحده، كيف ما كتشوفوا راه كتبقى في عافيه مهيله وهي كتشرب هذاك الماء ديال الخضار وكتنزل وكتطيح. في بعض الاحيان الا نشفات لكم الخضار فما عليكم الا تضيفوا القليل من الماء، الا كنتم مجهدين النار ونشفات لكم الخضره وبقات ما طلقات فضيفوا قليل من الماء. فانا هنا درت لها عافيه مهيله وخليتها حتى كتشرب هذاك الماء ديال الخضر. كيف ما كتشوفوا ها هي دابا هي طاحت، صافي لا فيرميسيل ديالنا نزلات. وكيف ما تتعرفوا هي راه هي دغيا كطيب، ما كتعطلش في الطياب. صافي هنايا غادي نجيب واحد المقص وغادي نبدا نقطعها على هذا الشكل. صافي غادي نستمر حتى غادي نقطع لا فيرميسيل مزيان، ما تولي صغيره ما تبقاش هكا طويله بزاف. فهكا كنقتصدوا على الوقت وكنقتصدوا على حتى الاواني، ما نبقاش نجبدوا بزاف ديال الاواني نخدموا فيهم. ثم كنضيف زيت الزيتون ما يعادل واحد جوج الملاعق كبيره. قليل من الفلفل الاسود، ملعقه صغيره من التحميره او البابريكا، قليل من سكينجبير، وهنا عندي لا سيبوليت ممكن تعوضوها بالقزبر المعدنوس. ثم عندي حامضه اللي حكيتها حكاكه رقيقه، وكنشحروا مزيان هاد الخضر مع لا فيرميسيل. حتى كنحصلوا على واحد الحشوه اللي هي ناشفه يعني ما يكونش فيها الماء نهائيا. صافي هنا كيف ما كتشوفوا الحشوه ديالنا راه هي نشفات، غادي ننزلها جانبا، نطفي عليها النار. ثم هنا غادي نضيف ليها الكورنيشون اللي قطعته رقيق، وممكن تعوضوه بالزيتون المقطع، وغادي نضيف لها علبه من التونه او سمك. كنفردته هكا باش كنخلطو مزيان مع الحشوه كامله. وفي الاخير غادي نضيف كميه من الكمون، واحد الملعقه صغيره. انا لهنا الكمون يلا دقيته لان ما مسالي يلا دقيته جديد وكنغربلوه. صافي وغادي نحتفظ بهذه الحشوه هذه. وهذا هو الفيديو اليوم، ما بقى لي الا نودعكم والى اللقاء.